يلا تعال. بالغلط اشر على هذه بعد، لازم اظل اخليه كذا. يلا 1 2 3. يو بلكته وبلكني، بس انا اللي جبت العيد. اح والله بلعني ضربه قويه، وانا يمكن ضربته 5 بس. يو حلوه، جي جي، ضربته 5 بس بالبمب. يلا من العيد. يلا 1 2 3. ولا نخلي 3 ايام اسرع. يخرب بيته، هذا بيسوي نايتز الحين، بياخذ علي هاي. لا كنت بطيح والله. هاي جراوند ريتك. يا خرب بيت اللعب الحين، وصلنا فوق مره والله. يوه جي جي، يلعب والله. الشاشة العريضة رجعت؟ لا لا ما رجعوها. 2-0 لصالحه. 2-3. يوه راح علي الهاي جراوند خلاص. راح صدقها والله. يو همسك هاي جراوند بس ماني قادر ادمجه. نو شيلد الحين. نازل لك ثواني بس خلني اسوي ريلود. يوه جي جي والله والله يلعب.
يوه بالغلط بالغلط بدلت الجدار البناء اقصد هولي طيب 2-2 والله يلعب اخذ الهاي لو طاح اخر شيء استخدم جرابلر ايوه بالضبط هو شو تقدر يعكس البناء ويطيحني يبني شوي ويوقف كل لاحظ هالشيء عنده يو جي جي والله حرام قلبها علي مع اني دمجته بالاول يو يلا جي جي شو اسمك في فيصل ما قصرت والله يلعب يا شباب ما شاء الله يلعب كثير ويلكم سلاي شاورما تسلم والله يلا 1 2 3 اوه احسبه لي والله سوالف وخلي العربة سريع اوه الحمد لله بلكت لا يموت فخر العرب لا اله الا الله واو الحمد لله والله ما توقعت اني سويت حتى لفيت وجهي بس انتبهت وضربت الراوند الثاني 1 2 3 يلا واو طاح اخر شيء بالله بتضربني من هنا كم بدمجني 1 يعني يو
ياه يوه حرام الله توقعها. واحد اثنين ثلاثة راح 99 ومسوي ريلود الحمد لله ما نزلت عنده. خلنا نسوي ريلود. ايوه الحين جاهز انا. لا جبت العيد. جيف اخر العرب. اثنين واحد ايوه. لو يفوز الحين خلاص تخلص الجولة. لو يفوز هو بنكمل. بي سي واحد اثنين ثلاثة. يو حاولت اقلد هالمراجع عنده. بلكت وراي الحمد لله. اوه بالغلط اخذ الهاي جراوند. كتبه اعكس وحط سلم. يو همسك نفسي على اخر لحظة انا. لا العيد العيد. لا والله الهاي جراوند زين. سايد جم شفتها هذه. يوه شو السالفة؟ والله مسكت نفسي يعني غريب. ما شاء الله هذا بيراميد ولا طوافة. وصل على آخر شيء. أوه والله توقعت إنه يفوز فوت الاس ام جي. دخل عندي بالغلط المسكين. يلا جي جي فاخر العرب اللي بعده مين؟ حطيته ايمبوت مرة. اها تجي تلوت. شوف الانبوت الثاني هذا. الله ياخذ قهرني والله. جاك 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 درعم لك. ايوه يا عمري انت لا مو علي يا حمار. بنت الطيارة. ابلع.
يا زبال. حلو جيجي، شكلي مرة تحمست بعد الهيد شوت الخطير اللي اعطيته اياه.